لا انا سبته. مساء الخير استاذ. مساء الفل. عايزين نعرف بس حضرتك دلوقتي تعتبر انتخابات اول انتخابات بعد الثوره، ايه رايك فيها؟ هو انتخابات نقابه الصحفيين انا بعتقد هي قبل الثوره زي بعد الثوره، مش هتفرق كتير لان نقابه الصحفيين في الثوره دائمه، يعني حتى من قبل ثوره 25 يناير. لكن ربما الاجمل ان بقى في جيل جديد، يعني جيل جديد في النقيب، وده بعض الناس بيوقفين قدامه اللي هو جيل يحيى قلاش وممدوح الوالي اللي هو جيل الوسط اللي هو جيلي، فموجود في الصداره. عشان كده يمكن بعض الناس مش عارفه تستوعبها، يمكن متعودين على الكهنه العظام او الاباء اللي هم بيسموهم ده. الحاجه الثانيه الحلوه قوي انها حرضت عدد كبير قوي من الشباب، يعني في 50 60 شاب. انا مبسوط انهم يخوضوا التجربه دي لانها هتخلق لنا كوادر في المستقبل. طبعا الحاجه المهمه ان المره دي بتجرى انتخابات من غير رشاوى، يعني لا في شقق ولا عربيات ولا سندوتشات زي ما انت شايف كده، المناظر اللي كانت سيئه وقبيحه جدا. الحاجه الرابعه والمهمه جدا ان ما فيش رؤساء تحرير واقفين عاملين زي ضباط امن الدوله يدوا اوامر للصحفيين، ويعني كان في صحفيين بتستجيب كان شكلهم سيء. لكن الحمد لله كل ده بقى الثوره يعني اطفت على جمال النقابه جمالا اخر. يعني حضرتك تختار مين النهارده؟ فين؟ في النقيب؟ في النقيب. انا انتخبت يحيى قلاش عن قناعة، ممدوح الوالي دفعتي وشخص ممتاز جدا، لكن انا ارى ان يحيى قلاش احق. والنقباء النقيب؟ انا افتكر هم 12 بس، انا افتكر سليمان الحكيم وخالد ميري وهشام يونس، يعني افتكر بعض الاسماء. يعني انا انتخبت 12 طبعا. لماذا لم ترشح حضرتك نفسك؟ لا انا مستحيل ارشح نفسي في اي حاجه، مش عايز اي مواقع مسؤوليه. لا مسؤوليتي قدام اللي بكتبه بس، يعني دلوقتي خلاص، يعني كان ممكن من 5 سنين كان ممكن اصلح لان اكون في موقع مسؤوليه، دلوقتي ما اصلحش. شبكه الكلمه بتشكر حضرتك. ربنا يخليك، شكرا جزيلا، ربنا يخليك.